مشاهدينا صباح الخير على الجميع، بالخير والتيسير والبركة يا رب. نهاية أسبوع ممتعة. والسؤال اللي طرحنا عليكم اليوم هو بغينا نعرفوا الآراء ديالكم من خلال التعليقات ديالكم، هو من يتحمل مسؤولية في هزيمة الوداد البيضاء ووداد الأمة. أكيد كنا تبعنا المباراة البارح وكنا شغف أننا الوداد غنشوفوها كتلعب النهائي، لكن للأسف يعني هزيمة الوداد في قوع دارها بهدفين للا شيء، يعني كانت هزيمة قاسية، كانت صدمة لنا جميع. ومن يتحمل المسؤولية؟ نبغي نعرف آراءكم. محمد بلك سلام ديما رجاء. وبالمناسبة كنتمنى واحد موفق لفريق الرجاء البيضاوي في مباراة اليوم بإذن الله تعالى، ونتمنى وأنهم يفرحونا. ماجد كيقول لك نهاركم مبروك منتونا، شكرا لك اخ ماجد، وتحيه كبيره للاشقاء التونسيين. يعني كانت امل كبيره اننا نشوفوا الوداد في النهائي، خاصه وانها يعني كانت المقابله هنايا، وعفوا في عقر دارها. حسن كيقول الله يوفقكم بشي خبر مفرح يا رب، وحنا نتمنوا للجميع الاخبار المفرحه، ونهار مبروك سعيد على الجميع باذن الله تعالى. اذا مشاهدينا مسخش بكم، مسخش بالتعليقات ديالكم، بالمتابعه ديالكم لنا عوده في الموضوع. اكيد كنتمنى حظ موفق للرجاء البيضاوي في مباراه اليوم يا رب. دمتم في امان الله، صباحكم مبروك، الى اللقاء.